مرحب بحضراتكم. بنتكلم النهارده مباراه حاسمه، بطوله، ماتش بين الاهلي وطلائع الجيش على كاس السوبر المصري، مباراه اكيد لا تقبل قسمه على اثنين زي ما بنقول كده. هنتكلم عن الرؤيه الفنيه وعن المباراه، وهل يعني هتتحسم نتكلم في الوقت الاساسي ولا هنوصل للوقت الاضافي وركلات الترجيح زي برضو ما تابعنا قبل كده. خلينا نعرف كل ده من كابتن عادل تعيمه نجم النادي الاهلي السابق. صباح الفل. صباح القشطه. صباح الفل. منورنا يا كابتن كالعاده. ازاي حضرتك؟ انتوا منورين. كله تمام؟ نستأذنك بقى نمشي واحدة واحدة، يعني لغاية لما نوصل للقاء النهاردة. الأهلي بعد المباراة الودية دخل في معسكر مغلق استعدادا لمباراة اليوم أمام طلائع الجيش، هل حضرتك شايف إن الوقت ده كان وقت كافي للاستعداد كما ينبغي للقاء يعتبر بطولة؟ وطبعا أنت بتاخد بالأسباب، فأنت الوقت المتاح ليك كان الأربع أيام. الأسباب إيه هي؟ إنك أنت الولاد جايين من المنتخب، ف حوالي 6 أو 7 في المنتخب، ثم اولادنا اللي كانوا ما لحقوش ياخدوا اسبوع اجازه، وبالتالي انت بتحاول تلمهم وتجمعهم بحيث انك تدي لهم الجو البطوله في خلال 4 أيام. فانت بتاخد بالاسباب انك انت الاربع ايام دول عمليه تجميع، عمليه تحضير، عمليه انسجام مع عمليه راحه، عمليه انتظام في التغذيه، عمليه انتظام في النوم، كل الامور دي كلها دي اسباب. الأسباب الأخرى الثانية الفنية أنك أنت في عناصر جديدة انضمت ليه عشان يعملوا معايشة مع الولاد القدام، يبقى فيه حتة الانسجام 24 ساعة يدوبك بيخشوا يناموا وبعدين طول اليوم مع بعض. فتلاقي حسام مع حتى الولادنا اللي كانوا في إعارات ورجعوا مع الأفريقي اللي جه. فطبعا كل الأمور دي بتخلي الأسباب أنا باخد بيها، ثم بجتهد فنيا مع موسيماني مع الجهاز الفني أن أنا هلاعب الولاد دول إزاي، فريق طلائع، من خلال شرايط ساعات كل يوم محاضرات باستمرار، لأن مبقاش عندك وقت. وزي أنا دايما بقول معاكم أنه الراجل لحد النهاردة وبقاله سنة ما مرنش، ما بيمرنش، يعني هو عايز يعمل مثلا مش لاحق، هو بيلعب ماتشات على لا هو عايز يعمل مثلا ايه جمله، عايز يعمل كورنر يتلعب فيه كذا حاجه، فما ينفعش من خلال المحاضرات. طبعا من خلال المحاضرات ما ينفعش. الكلام ده ممكن يبقى مثلا في اوروبا، يعني في اوروبا ما يعني ممكن جدا المدير الفني على نتيجه الثقافه ان الولد من صغره بيبقى محترف، وبالتالي بيبقى عنده الخلفيه الثقافيه، لما اقول له اجري هتجري هنا، هتعمل حاجه الفلانيه هنا، انت مع زميلك حضر لي في الحته دي، ثم انقل الكره في المكان الاخر، كل الحاجات دي بينزل ينفذها لانه بيتحاسب باليورو، بيتحاسب بالنواحي الادبيه، انت هتبقى لاعب كبير ولا لاعب عادي، ولا ثمنك بيزيد كل اسبوع ولا لا. فدي كلها امور انا كنادي الاهلي باخد الاسباب، وفي نفس الوقت النادي الاهلي من يوم ما اتعمل وحضرتك تشوف البطولات بتاعته كتير، ليه؟ نتيجه انه اولا نمره واحد بيحترم قوي المنافس، ودايما فريق النادي الاهلي متواضع، ودايما بيلعب لاخر دقيقه بروح قتاليه. فكل الامور دي بتبقى عامل حسابها، بتاخد الاسباب ان انا بتجمع ثم بحترم المنافس بتاعي وبلعب بالطريقه اللي تناسبني علشان اقدر ان انا احصل على البطولات. حلو جدا. لو احنا النهارده بقى هنتكلم تحديدا على هذه المباراه وطبيعه الفريق المنافس طلائع الجيش، وهذا الفريق اللي ما ينفعش نستهين بيه وما ينفعش نقول ماتش سهل وهيعدي، برده ليه طبيعه الماتش ده لانه مختلف شويه. الفريق اللي احنا بنلعبه مش هو ده الفريق اللي احنا لعبناه في الدوري واللي كان سبب يعني في التعادل، وبالتالي يعني خسارتنا للدوري الى حد كبير. لا، احنا بنتكلم ان دلوقتي لعيبه ثانيه خالص، صفقات جديده، في لعيبه اساسيه يعني مشيوا او رحلوا عن طلائع الجيش، في شويه يعني مستجدات ربما تحسب ان هي عقبات لفريق طلائع الجيش. فخلينا برضو نعرف رؤيتك لهذا الفريق النهارده. هي مباراه واحده خلاص، فهي عشان كده بقول ايه دايما انا باخد بالاسباب، ان انا عملت معسكر، ولو حضرتك تلاحظي انه كابتن خطيب معاهم اربع ايام، يعني بحيث ان انا يعني اي حاجه دايما ان انا بره الصوره ببقى براقب اللي جوه البرواز، ايه اللي بيحصل ما بين اللاعب ده واللاعب ده، اللاعب ده محتاج نفسيا ايه، المدير الفني في حاجه ممكن تكون فايته عليه نفسيا مش فنيا،
انا ممكن ان انا يعني ايه الاقي لاعب متوتر او واعد زي حسام مثلا لسه داخل على المنظومه جديد فبيحاول يديله نوع من انواع الثقه. طبعا الجهاز الفني بيعمل الكلام ده، لكن لما كان برضو كابتن الخطيب يقول الكلام ده للاعيب بتبقى ليها وقع، ليها وقع، ليها وقع تاني. عمليه التغيير حضرتك بتقولي عليها دي طبعا هي ممكن تتاخد انها هتبقى نقطه سلبيه بالنسبه للطلائع، لكن ما فيش شك ان هم برضو واخدين اكتر من 12 صفقه جديده. علشان عمليه الانسجام والحاجات دي طبعا بتبقى صعبه جدا يعني، وعايزه وقت، وهم بيعتذروا ويقولوا احنا عايزين يعني الماتش ده بالنسبه لنا ماتش ازاي، والاتحاد الكوره ياخد القرار ده ازاي. الكلام ده ممكن يكون يعني ممكن ايه من الاستهلاك يعني الاعلامي بس يعني استهلاك الاعلامي طبعا. علشان بقى ايه يحاول ان هو ايه يعني يريحك شويه او يخليك تهدى. طبعا الكلام ده ما يحصل، مش هيحصل في النادي الاهلي، والا كان الفريق سافر ليله المباراه وخلاص. لا، النادي الاهلي بيحترم قوي الطلائع وبيحترم قوي لاعيبته ايا كان اللي هيلعب بيهم. هل هيضيف اربع خمس عناصر يلعبوا في ماتش النهارده ولا لا؟ علشان كده اخذ بالاسباب ثم بيدرسوا كويس قوي. بدايه المباراه فنيا هيبقى موسيماني عليه دور مهم جدا ان انا يبقى فيه توازن، لانه هو هيلعب على المرتد. يعني عبد الحميد بسيوني هيلعب على المرتد نتيجه ان هو هيحاول يامن زي كل ماتشاته معانا. يعني حتى لو تفتكروا حضراتكم في ماتشاتنا دايما ما كانش بيعتمد على الاستحواذ في وسط الملعب. كان دايما ياخد الكوره والمدافعين يروحوا لاعبينها طويله لعمرو جمال يستغلوا اي ثغره ان وجدت عشان يستغل الكوره العاليه ويستغل ان عمرو يعني بيلتحم وهو لاخره، وبعدين يحاولوا مع مرعي مع منسي مع يعني يحاولوا يعملوا، وده اللي بيحصل انه في فتره كنا احنا كسبين 1-0 وفضل ثواني وجيت تعادل. بس هو مرعي ومنسي من ضمن الناس اللي رحلوا مؤخرا عن طلائع جديد طبعا، وعمرو طبعا راح برضو احد الانديه. ف هو النهارده ما عندوش الثلاث رؤوس حربه دول، بس اعتقد جاب راس حربه نيجيري. هل هيتاقلم هل مش هيتاقلم؟ انما احنا كبدايه ان احنا لازم يبقى في البدايه لو جبت هدف مبكر ده مش على حساب الجانب الدفاعي. واعتقد الجهاز الفني هيبتدي يبقى عامل حسابه كويس قوي ان انا في المباراه ديت لابد وانا بهاجم يبقى فيه خط دفاعي برضو يعني سرعه ارتداد. يعني انا بهاجم كويس قوي. يعني موسيماني اول ما جه على فكره عمل كده. كان مجرد ما الهجمه ضاعت مننا على طول بيروح عامل ضغط من تحت، بس هو وقتها كان اولادنا ما كانوش مجهدين. هو كمان دي سمه غالبه عند معظم الفرق الافريقيه، حته سرعه الارتداد دي عندهم عاليه، وكمان لياقتهم البدنيه مساعده على ده. دايما الافارقه عندهم حتى التكوين الجسماني، هتلاقي الكعب بتاعه من تحت كعب رجليه. احنا الكعب بتاعنا بيبقى نازل كده، هو بيبقى عامل، فدي بتديله دايما ابطال الجري قوه دفع اضافيه يعني. برافو عليك. يعني بيرتكز على مساحه اكبر فبيندفع اسرع يعني كده. فتلاقيه دايما ابطال العالم في الجري وفي في السباقات دايما افارقه. في الماراثون والحاجات دي دايما افارقه. فهو يعني ان شاء الله بكون لاعبتنا مليون في الميه عارفين ان دي بطوله مهمه جدا بتضاف للدولاب، واعتقد ان هم عاملين حسابهم كويس قوي وعاملين حساب انه لصالح الجمهور بعد خسارتنا في الدوري اللي كانت بفعل فاعل. فعل فاعل يعني ما يعني يعني شفتي في النص كده؟ لكن اللي كانت بفعل فاعل. لا ما لسه يعني احنا هنشهد حد بيتكلم في التفاصيل ولا خلينا في ماتش النهارده؟ خلينا في ماتش النهارده. طيب البعض بيقول من تحليلات مختلفه سمعناها يعني بيتقال ان طلائع الجيش هيحرص حرص شديد على تطويل المباراه يعني ولغايه لما نصل لركلات الترجيح، ان دي بالنسبه له الافضل يعني بشكل كبير جدا. فبتشوف برضو حضرتك ده ازاي؟ وانا ما اعتقدش الموضوع هيوصل لركلات ترجيح خالص ده يعني ده وجهه نظري يعني متواضعه جدا. ده وجهه نظرك سليمه في مليون في الميه، لان هو مش بايده انه يطول المباراه. هو اللي هيعمله ايه؟ هيأمن الدفاع كويس قوي ويحاول ان هو يعمل كرات طويله، اذا كان ميدو جابر هيلعب يبقى محطه، راس حربه الافريقي ده ممكن يكون بيجري او لاخره، انما ما هياش بايده، لان انت برضو الى حد كبير النادي الاهلي
قوامه الاساسي موجود، خط الظهر مع حراسه المرمى ووسط الملعب مع المهاجمين نفس الانسجام ونفس الاداء، حته الرغبه ان انا اخد البطوله ديت علشان اصالح جمهوري زي ما انا قلت قبل كده، ما فيش شك ان هتبقى الجماعيه، ومش هيدي فرصه لطلاع الجيش انه يوصل المباراه ان توصل للنهايه ويبقى في ضربات جزاء او وقت اضافي. وحتى لو يعني لو وصلنا لوقت اضافي ده برضه الافصال للنادي الاهلي، ده احنا ملوك ال 90 بلس. لا لا مش كده وبس، لان هو كمان بدنيا هو راجع من اجازه فلسه ما وصلش انه يعمل فتره اعداد جيده، وبالتالي انا مش قادر اعمل فتره اعداد جيده، فتبقى اللياقه البدنيه بتاعتي هتبقى مش في صالح ان انا اوصل المباراه أكيد. لوقت اضافي، لان النادي الاهلي هيبقى اجهز. الى جانب برضه احنا شفنا كلنا لما موسيماني ادى 6 ايام قبل ماتش الترجي، شفت احنا عملنا فرقت معانا كتير، فرقت معانا دي، شفنا ملموسه في الملعب. الترجي هناك عملنا معاهم ايه والترجي هنا عملنا معاهم ايه، صحيح. فطبعا دي كلها امور ما هياش بصالح الطلائع، لان الفتنس بتاعه مش هيخليه يلعب 120 دقيقه، صحيح، بعكس النادي الاهلي. طب احنا ممكن نطلع فاصل سريع ونرجع، فاصل سريع جدا وهنرجع نكمل مع كابتن عادل. يا اهلا بكل حضراتكم. قبل ما نرجع نكمل كلامنا مع ضيفنا العزيز اللي منورنا ومنور الدنيا كلها في حلقه النهارده كابتن عادل طعيمه، استاذنكم بس هنطلع على السريع نحضر اللايف فيو ده مع زميلنا العزيز كريم احمد ونعرف كواليس النادي الاهلي قبل مباراه السوبر المصري من داخل مقر الاقامه ببرج العرب. كريم صباح الفل عليك، واتفضل بقى سمعنا كل التفاصيل المتعلقه بالمعسكر وكل اللي دار فيه. صباح الفل عليكم طبعا وكل التحية لكم والكابتنة طبعا كابتن عادل طعيمة واحد نجوم النادي الاهلي. يعني نقدر نقول لزميلي كريم يا رب ان شاء الله النهارده يكون يوم سعيد وفرحة كبيرة على كل جمهور النادي الاهلي. الجمهور منتظر الحقيقة هذه البطولة، دي من البطولات اللي قدر الحقيقة ابطالنا يحققوها خلال الفترة اللي فاتت، مجهود كبير بيبذل ومجهود ايضا كمان لسه هيبذل خلال المرحلة القادمة، لكن ان شاء الله النهارده تكون 90 دقيقة من نصيب النادي الاهلي وما نوصلش بقى لاكسترا تايم ويمكن ركلات الترجيح. ان شاء الله باذن الله نقدر ان احنا نحسم هذه المباراة بالفكر الكبير والمعسكر الرائع والمميز جدا الحقيقه اللي فيها للنادي الاهلي. عايز اكلمك زميلي كريم طبعا على هذا المعسكر المميز جدا من بدايته. الحقيقه كان لابد يكون في فتره يمكن زمنيه قصيره يكون فيها النجوم المتواجدين طبعا الوافدين الجدد كل اللعيبه الانسجام وكل الامور دي الحقيقه كانت ليها مردود كبير جدا في معسكر فريق النادي الاهلي في الاسكندريه. والدور الاكبر كمان زميلي كريم طبعا هو دور الكابتن محمود الخطيب. الحقيقه طبعا ما بنشوفه متواجد في المعسكر يمكن الكابتن محمود الخطيب بقيمته الكبيره كان متواجد يوم السبت، شفناه في تدريب فريق النادي الاهلي متواجد مع الفريق لحظه بلحظه بيتابع الرساله بتكون واضحه جدا ومردودها بيكون مهم جدا وبتوصل للعيبه بشكل كبير. بناكد على هذا الامر لان الحقيقه احنا حاسين ان احنا في سفر، حاسين ان احنا في غينيا في غانا. كابتن محمود الخطيب سايب طبعا متواجد طبعا هنا مع فريق النادي الاهلي في المعسكر، ودي رساله مهمه جدا وحابين ناكد عليها لان دي بتبقى دفعه معنويه كبيره مع الدفعه الموجوده اصلا والرغبه الكبيره عند فريق النادي الاهلي. كل بطوله بتدخل دولاب بطولات النادي الاهلي بتخش في التاريخ وبيبدا النادي الاهلي يفكر في المرحله القادمه. فيمكن ان شاء الله النهارده التحضير يكون جيد جدا بالنسبه لي موسيماني، ايضا كمان الرؤيه الفنيه الممتازه للجهاز الفني بالكامل لفريق طلائع الجيش. عنده عناصر مميزه دعم بشكل كبير جدا خلال المرحله اللي فاتت، ويمكن المباراه دي هتكون صعبه جدا. والتكتلات الدفاعيه ده امر مهم جدا الحقيقه حابين نتكلم عليه، لان بيتسو موسيماني خلال الايام الماضيه وايضا كمان التدريب الاخير ركز على التكتلات الدفاعيه، لان من المتوقع ان احنا هنشوف تكتلات دفاعيه كبيره جدا، فمحتاجه حلول ومحتاجه تركيز اكبر ومحتاجه كمان ان يكون في خلق مساحات كبيره. التحرك بدون كره ده امر مهم جدا، استغلال الفرص ده امر مهم جدا. كل الامور دي اتكلم فيها الجهاز الفني بالكامل مع فريق النادي الاهلي. ولن ننسى ايضا كمان دور اللاعبين الكبار اللي ليهم دور كبير ومؤثر جدا على كل الفريق. يمكن الدعم والحماس والجديه اللي احنا بنشوفها في تدريبات فريق النادي الاهلي بتوصل لنا رساله مهمه جدا ان اي حد بيكون متواجد عارف ان الفرصه مهمه. 27 لاعب في معسكر فريق النادي الاهلي طبعا عدد كبير، لكن احنا في انتظار ايضا كمان قبل المباراه بساعات بسيطه حتى القائمه النهائيه تكون متواجده. الصفقات الجديده مشاركتها امر مهم جدا، شفنا الحقيقه لويس ميكسوني طبعا واحد من النجوم اللي بنتنبأ له بمجهود كبير جدا ويمكن ان شاء الله يكون متالق مع فريق النادي الاهلي سواء خد فرصه من بدايه المباراه وعلى مدار 90 دقيقه يكون ان شاء الله مشارك. عبد القادر بقى عمار حسام حسن كل اللعيبه دي الحقيقه كانت معسكر بالنسبه لها معسكر رائع ومميز جدا. فبنتمنى ان شاء الله النهارده كالعاده هنا في الاسكندريه على استاد برج العرب
السوبر رقم 12 ان شاء الله يكون في دولاب بطولات النادي الاهلي. احنا كالعاده طبعا متواجدين في معسكر فريق للنادي الاهلي، طبعا اليوم الاعتيادي بقى الخاص بالافطار ووجبه غداء ووجبه تحرك فريق النادي الاهلي ان شاء الله يكون في الخامسه والربع على ان يتواجد ان شاء الله قبل انطلاق المباراه بساعه ونصف. الامور الحمد لله كلها مطمئنه ومؤشرات ايجابيه جدا لفريق النادي الاهلي. بنعمل ان شاء الله زميلي كريم وكابتن علي تعيمه طبعا لعيبتنا النهارده تكون في قمه تركيزها، نقدر نحسم ونقدر نفرح جمهور النادي الاهلي لان قعدته النادي الاهلي هو مصدر السعاده للشعب المصري بالكامل. طيب كريم يعني استاذنك طبعا صباح الخير في البدايه، وانا عندي سؤال معلش لان مهم جدا ان احنا نطمن برضو. لسه كنا بنتكلم مع كابتن عادل على فكره هنا يعني صفقات جديده في طلائع الجيش وربما مش مالوفه لدى فريق يعني الاهلي وربما ايضا لموسيماني، خليني نعرف النقطه دي برضو ازاي تغلبنا عليها والفكر اللي موسيماني بيعمل بيه علشان برضو يقدر يعرف الفريق المنافس على اتم يعني وجه. اتفضل. نقطة أكيد مهمة جدا، يمكن زي ما أكدنا إن نادي طلائع الجيش بتدعم بتدعيمات كبيرة جدا وممكن أكثر من لاعب دخل في نادي طلائع الجيش لاعبين ممتازين جدا، لكن الشكل العام طبعا اللي إحنا عارفينه والتكتيك الخاص بطلائع الجيش ده أمر معروف، لكن التوظيف بالنسبة للمستوى الفردي على كل اللاعبين ده الحقيقة يمكن بيتسو موسيماني مركز عليه بشكل كبير جدا. يمكن ما شفناش اللاعيبة الوافدين الجدد في نادي طلائع الجيش بتلعب مع المجموعة كاملة، لكن لابد يكون في تنبؤ ونتوقع إيه اللي ممكن يتم. أكيد طبعا عارفين إن التكتلات الدفاعية ده أمر هيكون مهم جدا، فبأكد لك زميلتي نهوان طبعا على الفترة اللي فاتت والتكتيك اللي الحقيقه اللي كان بيقوم بيه بيتسو موسيماني مع فريق النادي الاهلي يدل ان القراءه الفنيه مميزه جدا. الراجل بيقرا بشكل كبير جدا فريق طلائع الجيش، شغال عليهم بشكل كبير. اي حد يكون متواجد من الصفقات انت عارفه طبعا هم ضموا عدد كبير من الصفقات، لكن القوام الاساسي لفريق طلائع الجيش معروف. لكن بنامل ان شاء الله باذن الله من خلال الايام الماضيه ومعسكر فريق النادي الاهلي والهايلايتس طبعا اللي يمكن كل يوم اللعيبه بتتفرج عليه في محاضرات فنيه سواء قبل التدريب وبعد التدريب يكون النادي الاهلي وجهازه الفني وصل للثغرات ونقاط القوه والضعف الخاصه بفريق طلائع الجيش. واي حد يكون متواجد زميلتي نهاد انت عارفه طبعا النادي الاهلي عنده هدف وعنده امل وعنده طموح كبير جدا ان شاء الله باذن الله هذه البطوله تكون في دولاب بطولات النادي الاهلي. احنا بنكمل موسم ولسه ما بداناش موسم، فهذه البطوله هتكون لسه في الموسم طبعا المنقاد لفريق النادي الاهلي للدوري بطوله الكاس ثالث عالم كاس افريقيا طبعا وايضا كمان كاس سوبر الافريقي وعدد كبير جدا من البطولات. لكن ان شاء الله النهارده بنتمنى الجهاز الفني بالكامل مع لعيبه النادي الاهلي تكون قراءتهم الفنيه مميزه، وايضا بيتسو موسيماني كمان بنتمنى من خارج الخطوط التغييرات وتوزيع الماتش طبعا على فترات امتى هنضغط امتى يمكن ان شاء الله باذن الله ما يبقاش في احراز هدف لينا. كل الامور دي بنعملها ان شاء الله بنتمناها تكون مع بيتسو موسيماني بقراءاته الفنيه المميزه، والتوفيق بس يكون معانا ان شاء الله في ال 90 دقيقه، وباذن الله عقب ال 90 دقيقه نقدر نرفع الكاس ليدخل ويزين دولاب بطولات النادي الاهلي. والله يا كريم يعني طبعا دي هتكون خير استهلاله، دي اللحظه اللي كلنا مستنيينها ان احنا نستهل الموسم الجديد بهذا اللقب وبهذه البطوله. كل الشكر لزميلنا العزيز كريم احمد مراسل قناه النادي الاهلي من مقر اقامه الفريق الاول لكره القدم، شكرا جزيلا ليك. واحنا يعني عندنا تقريبا دقيقه عندنا دي ممكن نعقب على النقطه دي وفكره هنا القراءه الفنيه الجيده من بيتسو موسيماني لاي فريق يعني منافس حتى لو في صفقات بنتكلم 12 بس طبعا مش ال 12 اللي هيلعبوا يعني، فدي برده نقطه جيده ممكن نختم بيها. هو كريم قال القوام الرئيس الفريق طلائع تقريبا موجود، اذا كان في طبعا رؤوس الحربه اللي طلعوا في اختلف طبعا قلب دفاع فطبعا الامور دي كلها مع اعتقد انه موسيماني عامل القوام، وبعدين طبعا في مثلا عمر جابر لسه جاي ما اعتقدش انه هيبدا بيه، ميدو جابر علشان يتاقلم برضه محتاجه وقت. هو بيتخيل انه القوام الرئيسي هو لو حاول ان هو يضيف بعض من العناصر الجديده الجايه هل هي تتلائم مع فكره؟ هل هيقدروا يؤدوا الواجب الدفاعي القوي جدا اللي هو عايزه؟ كل الامور دي موسيماني قاعد اربع ايام خمس ايام بيشتغل عليها، حتى لما كان مسافر في جنوب افريقيا في اجازته اكيد كان عارف ان هو جاي على بطوله، والبطوله دي عامل حسابه كويس قوي ان هو عايز يسعد جمهور النادي الاهلي من خلاله. ان شاء الله اول لقاء يجمعنا بحضرتك نتبادل بقى من خلاله التهاني بفوز النهارده ان شاء الله. نورت الدنيا يا كابتن عادل. نورتنا يا كابتن عادل، شكرا ليك بالتوفيق النهارده ان شاء الله لفريقنا، ونيجي بكره زي ما احنا متعودين مع حضراتكم الحمد لله دايما بنيجي كده بعد كل مباراه تقريبا بنسبه 99% يعني، وبنقول صباح النصر ان شاء الله ده يتحقق يعني غدا. شكرا يا كريم، نشوفك بكره ان شاء الله. نشوفكم على خير باذن الله.